يقف حقد الأعداء عليك. دعه يذهب إلى الشام يا مولاي. صدقت القول يا مهران، فلن يكون أفضل من ذلك، وقتل أبي عبد الله يعقد الأمور أكثر مما هي عليه الآن. سأبعثه إلى الشام، وفي ذلك أكون قد أطعت أمر الخليفة وتخلصت من عار قتل الحسين. صدقت يا مهران. أبعث برسالة إلى عمر بن سعد لينفذ ما نكلفه به. ماذا تقول يا عبيد الله؟ أي عار يا رجل؟ فعندما قتلت كبار رجال الكوفة لم تفكر بالعار. يا ابن ذي الجوشن، إنك من المقربين لي، ولكن ما قاله مهران يعتبر عين العقل. فأبو عبد الله ليس هانئ ابن عروة، إنه ابن رسول الله. آباء الخليفة قاتلوا الرسول ولم يخافوا، ولكني أراك تخاف قتال ابن رسول الله. أقاتل الحسين؟ لا يا شمر، قبل هذا كنت أفكر بما تفكر به أنت، لكنني الآن أعتقد أن هذا الأمر لن يجلب لي سوى المصائب. كيف أواجه شماتة الناس يا ابن ذي الجوشن؟ اذهب يا مهران. يا عبيد الله، يا عبيد الله، أي شماتة أيها الرجل؟ أي ناس؟ فهؤلاء الناس شاهدوا أسدانا وشفاها هند كيف كانت ملطخة بدم كبد حمزة، ومع ذلك رضخوا وركعوا أمام عرش ابنها وخاطبوه بكلمة أمير المؤمنين. أولم نفعل نحن ذلك؟ نعم نفعل ذلك. اسمع يا عبيد الله، انثر بذور الرعب في قلوبهم وأعمي أبصارهم ببريق الذهب. أعاهدك أنهم سيكونون عبيدا للشيطان. حقا ما قلت، حقا ما قلت يا شمر، مدارات هؤلاء الناس تعد بلاها. قل لي ماذا أفعل. إن الحسين في قبضتك، فإن سلمته للخليفة فذلك لا يعني شيئا، وإن هزمته فقد هزمت شخصا كبيرا لم يهزم من قبل. فلا تتركه يا عبيد الله، لا تظهر نفسك بمظهر الضعيف أمام الخليفة. افعل شيئا تجبره من خلاله على مبايعة الخليفة. وإن لم يقبل أقتله؟ إن فعلت ذلك فإنك قتلت عدو الخليفة، وستكون مكانتك أرفع عند الخليفة. استعد للذهاب إلى معسكر ابن سعد واحمل له رسالة مني. وأريد منك أيضا رسالة إلى أولاد أم البنين، وأن يكون عبد الله بن أبي وهب برفقتي، لأنه من أقاربي، فهو من أقارب أولاد أم البنين. حسنا، أعطهم الأمان. حسنا، سأكتب عهد أمان لكل من العباس وعثمان وجعفر وعبد الله ليتركوا الحسين. في أي يوم نحن؟ 8 من محرم. تتحرك في الغد وتعود يوم 10 إلى الكوفة، تعود معه إن استسلم، وإن لم يستسلم تعود مع رأسه. اذهب يا أبا عبد الرحمن، إني لم أبعثك إلى الحسين لتكون لينا معه، ولا لتمنيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر عنه، ولا لتكون له عندي شافعا. نفذ ما آمرك به فقط ولا غير، فإن نزل الحسين على حكمي واستسلم فابعث به مع عياله وأصحابه إلى الكوفة، وإن أبى ذلك فازحف إليهم واسفك دماءهم واقطع رؤوسهم وابعث آلي. يا ابن سعد، إن مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل الجيش ودع قيادته لشمر بن ذي الجوشن، فإنا قد أمرناه بأمرنا. حسنا يا أبا عبد الرحمن، ما أنت صانع؟ أخبرني يا ابن سعد. لا غفر الله لك يا شمر بن ذي الجوشن، لقد كنت رسول الشؤم. أنا رسول السلم والأمان لا غير. أسألك الآن، ما أنت صانع؟ أنا أعلم أنه ما كتب ذلك إلا بوساوسك. إن لم تكن وساوسك الشيطانية لكان قد استجاب لطلبي، فإني أريد الخير له و
وللخليفة أيضا. قل له أن يستسلم. الحسين، أقسم بالله لن يستسلم. يا عمر، أتنفذ أمر أميرك أم تتنحى عن قيادة الجيش لي؟ يا يزيد، هيئ الجيش واسحف به نحو الحسين بن علي ليستسلم، وإن رفض فاهجم عليه. أيها الأمير. لا يا حر، لن أسلم الجيش لهذا النمر الحقود. تمهل أيها الأمير، لدي عهد أمان لأولادي أم البنين الذين هم أقاربي وأقارب عبد الله بن أبي وهب. أريد أن أتحدث معهم قبل أن تصدر أمر الهجوم. جاء أخيرا. خذ، ابقى هنا. أهلا يا ابن أختي، هل وصلك عهد الأمان؟ إذن أين أخوتك؟ لقد جلبت لهم أيضا عهود أمان. إنه بخط عبيد الله بن زياد يمنحكم الأمان فيه، لقد بعثته لك. قل لابن مرجانة إن البقاء والاستشهاد مع الحسين بن علي لا يعوض بكل ملك الدنيا. اذهب يا شام. لا تذهب، إنك لا تعلم شيئا من أمر الخليفة، ففي الغد سيراق دم الحسين ومن بقي معه من أهله وأصحابه. أنا أريد سلامتك. يا ليتك كنت تريد هلاكي وسلامة أبي عبد الله. ألا تدري أن أبا عبد الله خرج عن طاعة الخليفة؟ لقد حصلت مع ابن وهب على عهد الأمان هذا لك ولإخوتك. اترك الحسين، فما زلت شابا لائقا لقيادة الجيش، لا تهلك نفسك في هذه الصحراء القاحلة. ليت كانت لي 1000 روح لأفدي بها الحسين بن علي 1000 مرة. عد يا شمر. لا تسلم نفسك للموت. سلمت نفسي لله، فإن قتلت في هذا الطريق فقد نلت السعادة الأبدية. يا شمر، إن كنت تعرف أبا عبد الله لم تكن ذليلا إلى هذا الحد. اذهب يا ابن ذي الجوشن. كنت أعلم أنه لن يوافق. حرملة. اذهب وقل لعمر ان يصدر اوامر الهجوم. اذهب.